سكت على الظلم وهالتجويع لدى الحين تتحولوا راتبك للمشرفين تموين في عهدهم ضاعت الدنيا وضاع الدين أنا عصرت أبوها ورجعت اليمن للخلف ومن شاك حالته إن في أصعب ظرف تشلى هالمعركة وتغرب من خلف وتقولهم العدوان ترسي الأولاد خلق الله للجبهة وعيالهم بطير مانا أنت في البيت هات اللحمة هات القات النصيبي موت بالبارود والدانات واقي يا شعب لا أحيا ولا أموت أنا اشتي يفهم وشعبي يفهم أنا اشتي يفهم وانتو فهموا عتندموا حتى أنا يا جماعة الورعة عبد الملك خلى اليمن خارب ويشتي الشعب يخدم بيت أبو طالب من يوم جاب المسيرة وانت بتسارب من الحر قد سرت عز ولا نزل مارب ولا ميدي ولا البيضة ولا الجوف أهلاً الراعي النعمان والراعي شرب الزمان والجع ضحيا ما قد معانا كيف ما قد معانا قل لي انت اين انت لي ثلاث ايام وانا ادورك اين انت لا تدورني ولا ادورك حراف ولا بعيف الرسالة ليا حراف مالي تمام حراف وقعرق قال مثلين ودخل مع انصار الله الرجال مع من انصار الله ابي ما عرضاش يا اخي ما دخل ابوه ما دخلوه انت تعال معي وبس وبعد لما يشوفك وانت رجال مشحوب ويشوفك ان انت معاهم يجي الطقم يجي وبعد انا وانت بالحاره نفحك بالطقم والله اصطى واحد يتكلم معانا صدق لا هم حيتوا فلوس انا عاد اجي محاضرات مشيت محاضره تمام ما مش محاضرات هاي تدوب راتب شهري يهبل وبعدها هم بقول مشيش طقم وذخير من المفعل بيننا ما تفعل بهم تفعل الا قال انك مجنون ابي ما عرضى أبو حجية ها عينهم الله عزيزي لهالصاعة قوي قوي بيدورون من نام قاسي كده يا سيدي قدنا بنتي لهم في اليوم 5 و10 يا سيدي يا سيدي عيب قد احنا بنتي لهم الأصل ويردوا لنا صورة يا سيدي بس يا أبو حزب الله اليوم قد رفعوا التسعيدة رفعوها كيكة قلت لك أزياء اليوم ب100,000 ريال ب100,000 ريال يعني لو انت 10 باقي علي مليون قوة القوة يا ولي الله خلاص بشر يا سيدي قد احنا بنجمعهم معي صاحبي بيجمع 5 10 10 يا سيدي 10 اشخاص وبجيبوا بنادقهم يا سيدي بدي لي السلاح لكم ابشر يا سيدي المفروض يا مروان ان ابوك يفرح ان انت تحصل وظيفه وتحصل راتب شهري احنا ناهي الالي الذي معانا في البيت حتى النبي بيحلج اعظم مننا وبعد حرام ما قد خرج البندق هذا بين الشمس اقول لك هم شدوا لك الي بس لا تستعجل اقنعهم انت معاهم هم شدوا لا يا وبعد وإذا قالوا لك انك مستعد تقاتل في سبيل المسيره وضد العدوان قل لهم انا مستعد أنت أنا مش أنا مستعد قل لهم مستعد دائما يقول لهم تمام وإذا قالوا لك تدبر بندق تجي معنا تقنعهم على طول قل لهم بادبر
ما من اين ادبر انت عاد انت مجنون ودش يبي يقتلني يا اخي قول لهم انا ايش ادبر والله انا خايف الصدق يسوقوني الجبهه يا اخي انا قلنا احنا نسوقك الجبهه انا وانت شنكون مسؤولين الامنيات بالحاره تمام شدوا لنا الطاقم وشنفحط انا وانت وتحدي واحد يهدر الليله يزودوا لنا ذخاير ايش عدوا لنا ذخيرة وراني فرصة علشان الذخيري الدهان نسير نقرح فيه عرس من عمي والله اني جاعة تمام يسمع انا وانت نسرع الان عند المشرف نسلم على وعرفك على ابو حزب الله قام يلا بسم الله أزمة خانقة في المشتقات النفطية أصبحت أيوة. حديث الشارع في العاصمة صنعاء كذا هو رجعني أيوة يا ولدي اشتي بسلو علشان ننزل الأسبوع القادم عرس ابن عمك أقلع عرس ابن عمك ولا نزلت الجني هذا مروان بدو فارق يصير يسارب ياكلنا بدرو ولا سيارة مش أبي من هذا أيوة مروان ضروري نبصر له مهره لا شق ولا مشغل معه لا صح يا كلامك صح وهذا ليه من الوضع بيني وبينك ما يضمنش ما يضمنش ما يضمن حاضر يا سيدي حاضر من عيوني خذوا اللي رسل لكم ولا تقلقوا غضوها الصباح من عيوني غضوها الصباح والمقاتل عندكم ولا تقلقوا بس بالنسبة للمصاريف للمصاريف يا سيدي وعيني قدم تالي يلا واصل واصل خلاص ها ما دقوا العدوان بيهجم في جميع الجبهات ومعانا خسائر كثيرة يا دك ما هذا الخبر احنا يوم يوم بيقولوا لنا هكذا بس ما اشتوا ما بدنا الحرب يشتوا مقاتلين مقاتلين بس كلهم من ذا العين ومن ذا العين الان ادبر له بخرج الحين نلقى الجماعه خارج تجمعوا لي مجموعه باشلهم وارسلهم من الجبهه سيدي اي خدمات لك سمو هاترك يا سيدي يا امان الله يعني انا كيف اسوي شلوا التبع عليكم وانا منين اتي رجال كل يوم اتي لك 2 3 4 5 انت مجنون يا اخي انا ما دخلني كلم سيدي لا تكلمني اعوذ بالله من الشيطان ها وانت ماشتي انا سيدي بعيني والله انا تشم طعمي حلا اشق بموضوع ضروري ها كلمني اشي يجي لجنبك واكلمك حرام لرميك لا ترميني ولا اشتك بموضوع مروان عدوكو معي من هو ده مروان اذا قد كان يستقطبه بالحاله ها خلاص كله يدخل كده الان يا سيدي بعيني يا مرحبا بالرجال والأبطال هنا فوق العين فوق الرأس الله يحفظك يا سيدي من هو ده؟ أصلا يا ولد من هو ده البطل؟ هذا البطل مروان أعز أصدقائي يا سيدي تمام وأشيخ الحارة الله يخليك أنا معك يا هلا يا هلا بمروان يا مروان ما شاء الله عليك شوف يا مروان الوطن محتاج لك محتاج لي ومحتاج لده بس محتاج لك كثير داري ما علشان نحن نقدم بي سبيل الله وننصر بي سبيل المسيرة إدامة نظرنا من بيعات باين فر يا مروان أكيد يا سيدي احنا مستعدين برواحنا بأموالنا بجهالنا بسيادنا ها؟ بأحبابنا بكله في سبيل المسيرة وانت يا مروان مستعد؟ ايه مستعد يا سيدي مستعد ونص اضحي اي وقت بطل يا مروان انت مستعد تجيب سلاحك من اجل الوطن؟ عندك مستعد تجيب سلاحي معك مستعد ونحن بكم يا ابطال يا اسود يا نمور جاهزوا بكره تتوكلوا الجبهه ها؟ على طول يا سيدي وعيدي تمام ها شو لكم ذي المصروف؟ ذي المصروف ما عاد احد شلها تمام ها وضيف مروان ذي نمر اسد هذا هو اسدنا وشلك تصريح واستلموا السلة الغذائية واستلموا حق الشمة يا سلام سلم يا سلام الله يحفظك يا سيدي يلا الله يحفظك يلا خلاص إلا الله يحفظك قاية توجعني الله كني البلد هيا قب يلا يا رجال يا أبطال الله معاكم يلا في سبيل الله إيه عبد ربك يا سيدي يا خبير وين جاء صاحبك ذي؟ ما تقلقش يا سيدي ما تقلقش يجي يعني شيجي انا 3 ايام انا فوق راسه تمام انت الحين كم قديت اروح غنام
ياخذ الروس رجال. ها على اديك لك خمسة وخمسة بكرة بديهم. رجال رجال خلاص انت دحين باشيلهم من الجبهة. ايه وبعدين باشرد ولا شردتها جيت لعندي بدي لك 70 تمام؟ تمام عبدي قلبك وسيدي. يلا خلينا خير صاحبك وين هو؟ هذا واحد جاها. السلام عليكم. السلام عليكم. اعذروني على التأخر والله اني هربت من البيت وما حد عارف وخرجت من السكتة. يا انت جيت سكتة وبقى ترجع سكتة. هيا خبير اطلع فوق الطن. هيا 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 انا عايزي جنزير الحديقة اطلع حرك يا طقم حرك. أنا قلت حيتم فلوس وين الفلوس؟ ما تدي لك يا تدي لك ذخيرة وتدي لك كل شيء. أنت ما تهم مو بقعة أنت مع نعمان. بس خليتني أسلك البنت حقا بي. ما يقدرش هنجم بو منهم هنجم حق خالي. قسما بالله لو أخذ بي لا يجن ما يجري بو أبوك شيء ولا يطلق يحمد الله أبوك وإن أنت معين قرر أنت مع نعمان ما تخاف أقول لك لا تخاف. يا مروة هو مروة مروة أين مروة نجاي ولد نجاي أين مروة نخو أين مروة هاي ما دراني وينه مروة خرج من أمس ما قد جاش من أمس أخرج دور أخو خرج دور يلا طيب تمام تمام بلبس ده الحين أخرج حاضر حاضر يلا البس أخرج دور يلا حاضر تمام يلا يا رجال يا ابطال يلا يلا يا احمات الوطن يا احمات الديره يلا انزلوا انزلوا الله يحفظك يا سيدي الله يحفظك اياها امسك 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 انزل 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 يلا يا رجال اين الحديقه يا نعمان هذه الحديقه جنه الله في ارضه خبر الحديقه بعد تب اطلع يا خبر كذا انت كذا اسمع اقول لك ها دول يا اربعه وقل له انه جنبهم لا يوقف ما يهمك يا سيدي بس كفيه جنبهم وهم عدهم جداد ما يعرفوا ايش قرعوا بالبندق يا خبير ذولا جداد عاد الخوف ما قد دخل قلبهم امانه الله باقاتل القتال يا لطيف يا سلام سلم تمام تمام وقل له ان اديتهم بسلاحهم ايوه سلاح الصرف يديه لعندي للمكتب تمام تمام جد لي بندق يا سيدي يا خبير صاحب اداك اثنين بعدين طيب وكمل عملهم واشرد تمام ولا يهمك يلا 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 يا رجال يلا يا رجال يلا يا نعمان ايش ترجع البي ما يهمك والله لا اردك لا اردك يا حبيبي ما عاد ايش حديقه ما عاد ايش لا لازم تروح الحديقه يا رجال احنا قوسنا عاد احنا نرجع يلا ابي عايز ادورني سلام انا اردك لابوك يلا هي شغاله تاخروني ايش انا قال مراعي ايش ترجع البي ما يمشي ردك والله لا اردك حتى اها اها يا هيا يا نعمل ايش ترجع معها والله لا ترجع على داري انك ترجع هي روحوا ايش ترجع الحديقة ايه ايش ترجع الحديقة اقول لك انا اسرعك الحديقة ايش ترجع البيت انا عمان ابي يدورنا ابوك شي دورك وانا شاردك والله لا اردك والله اقزع انا عمان عايق لكم ماشي اقلقوا شمشين يلا الحمد لله وصلتهم على ما قال لي ابو حزب الله لا عندهم هم يصدقوا اهم شيء ان انا احصل حقي يابا اين اختفى اين اختفى مروان اسبوع 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 كامل وامي قد يتعبك قد حالتها حاله من احتراسي وكل يوم وهي تتعب اكثر أين سارة مدري المشكلة يا ولدي إنه أخذ الآلي حقينا وأنا خايف ودورت في كل مكان ما حصلتش قلبي خايف الله يرد السالفة بس بيقول لي واحد صاحبه أبصر خارجي قبل أسبوع من مكتب أنصار الله الله يلطف بيستر هذا المشرف أبو حزب الله جاوب يا الله استر ألو السلام ورحمة الله الله يعافيك يا خبر حبينا نجبت لكم خبر ساء خبر ساء لقيتوا مروان ايش
يا حصلناها بس. الحمد لله الحمد لله، الله يبارك فيكم. شكرا شكرا لك يوم مروه. الحمد لله لك يوم مروه. والله ان الحوث الطيب. يا اخي شوف، ها الله اصطفى مروان شهيد عنده في الجنه، سمعتها ولا لا؟ هو دافع مع الوطن ضد العدوان. ايش افرح يا ذاك، وكل المره حقك تزغرد. ايش بتقول؟ ما هو الخبر؟ المهم تعالوا مكتب انصار الله علشان نرتب كيف موعد الدفن، وعظم الله اجركم عظم الله اجركم. قال مروان اخي قتل احمد يا ابو قتل مروان. قم العسير، قم نفسي لكم. قم يلا وينو مروان ابن اخي شوفه. هو موجود حاضر، ولا تقلق ابنك شهيد بعدين كان مقدام أمانة الله إنه شل تبه، وبعدين كبد العدو خسائر فات. والله ما تكبدت الخسائر إلا ما يفعلنا كان بطل وقتل زود. شوف يا أبو مروان، إحنا لشي نعمل لابنكم الشهيد جنازة تلبه، الساعة العاشرة تجول الثلاجة تبلغوا الجيران والأسرة والحارة كاملة تحضرون نفعل الجنازة يسمع بها القاصي والثاني. وعكي كانت المسيرات قابل والدمه جنبه تكلم وتتبلبل كده. احنا فن وانتم فن يا بكرم، خطفتوا ولدين ودلحن تشتاو ترقصوا على جثته. اسمعني يا ابو مروى، قيد هاي انقفه، انت حق ان احنا نعمل لابنك جنازة تلقبه، ماشي الثلاجة سرت بزيته وسكته وعمل تنازل. يا خبيب انا اقول لك ابنك شهيد يعني قل لأمه تحجر، وقل لبنات الحارة يحجرين. لا أنا عاد أقول لك أنا اللي أحجر. ها قل أنا لا أشتري، أنا عاد أشتري الحين في ناسك أقتله. شعبنا المسكين سكت على الظلم والتجويع لدى الحين، تتحولوا راتبك للمشرفين تموين، في عهدهم ضاعت الدنيا وضاع الدين. أنا أحلاوه يفهم وشعبي يفهم، في عهدهم ضاعت الدنيا وضاع الدين. أنا اشتي يفهم وشعبي يفهم، كم قيمة الدبها البتر وسعر صار. قلولي عصت أبوها ورجعت اليمن للخلف، ومن شاك حالته إن في أصعب ظرف، تشلى هالمعركة وتغرب لم من خلف وتقولهم العدوان. أنا يفهم وشعبي يفهم، ترسي لأولاد خلق الله للجبهة وعيالهم بالطيرمان. أنت في البيت هات اللحمة هات القات، النصيب يموت بالبارود والدانات، باقي الشعب لا أحيا ولا أموات. أنا اشتي يفهم وشعبي يفهم، أنا اشتي يفهم وانتو فهموا عتندموا. حتى أنا يا جماعة الورعة عبد الملك خلى اليمن خارب، ويشتي الشعب يخدم بيت أبو ظالب، من يوم جاب المسيرة وانت بتسارب، من الحر قد سرت عز ولا نزل مارب، ولا ميدي ولا البيضة ولا الجو.